السلام عليكم ورحمه الله. الفيديو ديال اليوم زوين تبارك الله. حنا في الضيافه ديال واحد الشاب كنتمنوا ليه التوفيق وحسن نتوما، اللي هو الاخ عثمان. غادي نخليه يعرفنا على راسه قبل ما نتعرفوا على ليلفاج ديالو، شكون هو عثمان، وناخذوا عليه فكره ونتعرفوا عليه ونشوفوا شنو غيبارطاجي معنا. خويا عثمان، السلام عليكم خويا حماده. مرحبا بنا عندك. عواشركم مبروكه. علينا وعليك. مرحبا بكم. العبد ربي عثمان بوغا، 24 سنه، محب الحيوانات وبالاخص الكلاب والخيول. إيه. هاد جوج هما اللي كيعجبني بالاخص لي بيرجالمو و كوفونداتور ديال لا كاسبا دي زيتالو، مزرعه الفحول باللغه العربيه اللي معترف بها عالميا من لايف سي وفي لا سوسيتي سنترال كانين ماروكان. ومرحبا بكم انا خويا حماد. وبالنسبه لعثمان، هاد التربيه ديال الكلاب واش كتحتاج ولاعه؟ شنو كتحتاج باش يوصل لواحد المستوى طالع؟ شوف، التربيه ديال الكلاب الولاعه خاصها ضروري، نقول الولاعه بوحدها ما كافياش، فهمتي. انا بالنسبه ليا كنركز على لي زيكسبوزيسيون، دونك كيبان ليا انها خاص ثلاثه الحوايج اللي خاصهم يكونوا. الحاجه الاولى اللي هي تكون الولاعه، الحاجه الثانيه اللي تكون بنيه تحتيه، يعني ليكاج، الكلب فين يكون مرتاح، توفر لي كاع داكشي اللي خاصو. عاوتاني ويكون عندك دي شيان كاليتي، دي بون بيديغري، كاركتير مزيانه، اصول مزيانين، و لو سافوار افير اللي هي المعرفه والاكسبيريونس، باش يمكن لك تزيد القدام. اما الولاعه بوحدها كتبان لي انا ما كافياش بالنسبه لي. وبالنسبه للولاعه، اش من عام بديتيها؟ كيفاش جاتك الفكره؟ انا من الصغر ديالي، من حليت عيني وانا مهووس بالكلاب، من الصغر ديالي حليت عيني، كنمشيو في مكان، راك عارف الاحياء الشعبيه، كتمشي كلب صغير كتجيبو عندك ديرو تحت الدار، على حدا الدار كتبني ليه وكتبقى توكل فيه تشرب فيه، حتى من بعد كتولي توفر لك انت، كيولي عندك ماديات انك تقدر تشري كلب، تقدر هذه. والحمد لله تا وصلتي للعالمية. لا شويه، الحمد لله. الحمد لله، هذا مزيان التواضع خويا. مرحبا، هذا هو التعريف الاخوان. دابا راه غادي الفيديو اللي جاي غادي يكون غتشوفوا واحد المستوى رائع تبارك الله، معايير ديال ليلفاج شي حاجه طوب. شكرا خويا عثمان، الله يبارك فيك.